خضنا محادثات عن مسار الانتقال السياسي، وأثيرت بعض النقاط التي سنوجهها إلى فرق العمل، خاصة مسألة إيصال المساعدات وإيقاف العنف، إضافة إلى مسألة المعتقلين التي لم نحقق فيها تقدما. يجب من خلالنا أن تقوم الوكالات المعنية بتحقيق تقدم، كما علينا الوصول إلى المناطق المحاصرة مثل دارية، ونتحقق من أن المساعدات الإنسانية تصل إلى هناك، وأن هناك استفادة من وقف إطلاق النار، كما ناقشنا بعض المبادئ المهمة التي سنتعمق فيها في الاجتماع المقبل، والتي يجب الانطلاق منها للمستقبل، ليس فقط على مستوى الدستور، بل الانتقال السياسي.